السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير. معنا ساندويتش جدا سهل ولذيذ، في مكونات عميقة. نشوف المكونات مع بعض. أهم شيء بالساندويتش هذا نختار ساندويتش نوعية كويسة. أنا اخترت خبز البريوش وحمصته من الجهتين بشوية زبدة، شايفين اللون ما شاء الله تبارك الله، علشان لما أسوي الدجاج أفتحها من هذه المنطقة وحشيها، بتكون شيء جدا جميل. عندنا هنا صدور دجاج ضربتها بالمطرقة وتبلتها بشوي ملح وفلفل أسود ورشة بابريكا وأوريجانو، وعندي هنا الصوص اللي راح أمكسه مع الدجاج. عندي هنا كريمة وليمون وزبدة وثوم، كريمة الليمون بالثوم، جدا جدا لذيذة. نشوف الخطوات مع بعض. على نار عالية نقول بسم الله. طبعا راح تستوي معنا بسرعة لأنه سمكها جدا رقيق، فما راح تاخذ وقت طويل. وبعد ما يستوي معنا الدجاج نطلعه على جنب، وبنفس الصاجة راح نستخدمها للكريمة، لأنه هنا كل النكهة في الصاجة هذه، فحنا نبغى نستخلص نكهة الدجاج ونكهة الشوي نستفيد منها. راح نضيف زيت وزبدة، بعدين ننزل عليها قطع الثوم، نشوف كيف نطلع النكهات من الصاجة. بسم الله، نضيف قطعة زبدة ومعها شوية زيت علشان أبي أطلع النكهات هذه كلها اللي على الصاجة. ليش نحط شوية زيت مع الزبدة؟ علشان ما تحترق. الزيت درجة احتراقه أعلى من الزبدة، فإذا سوينا لهم ميكس ما راح تحترق الزبدة. حطيت الثوم، بسم الله، أحط شوية عصير ليمون، وبعدين أقلبهم شويتين وأضيف عليهم الكريمة. هذا شكله بعد ما استخلصنا كل المكونات اللي على الصاجة. بسم الله، أضيف الكريمة وأقلبهم، واختياري أضيف عليهم رشة جبن بارميزان. بعد ما نقلب شوي الكريمة مع المكونات هذه كلها، راح أرجع الدجاج وأخليه يتقلب بالصوص، بعدين نضيفه بالساندويتش. طريقة جدا سهلة ولذيذة. آخر مرحلة أرجع قطع، بسم الله، الدجاج اللي شويتهم على الصوص، لأنه راح أحطهم داخل الخبزة أو داخل البريوش بدون صوص. الصوص هذا هو اللي راح نستخدمه، مع ممكن نستخدم ورقيات، ممكن نستخدم جرجير. أنا بستخدم جرجير مع النكهة هذه، بتكون شيء جدا لذيذ وجبار. شويتين بس تاخذ النكهة والطعم وتتسبك. بسم الله، ونقدمها بالعافية.